وفوق هذا ليحرص على تكميل الصيام بما يكون به عظم الأجر والثواب، فإن الصوام ليسوا سواء في الأجر بل يتفاوتون. وقد سئل عليه الصلاة والسلام أي الصائمين أعظم أجرا؟ قال أكثرهم لله ذكرا. قيل أي الصائمين أعظم أجرا؟ قال أكثرهم لله ذكرا. وهذا يدل على تفاوت أهل الصيام في أجر الصيام بحسب حظهم من ذكر الله. لماذا؟ لأن الصيام والصلاة والحج وعموم الطاعات إنما شرعت لإقامة ذكر الله. أفيستوي في أجر الصيام الذاكر والغافل؟ هل يستوون؟ أيكون أجرهما سواء؟ لا والله، بينهما بون شاسع. فأعظم الناس أجرا في الصيام أكثرهم لله ذكرا. بل كما قال ابن القيم، قال أعظم، ذكر ذلك في كتابه الوابل الصيب، قال أعظم الناس أجرا في كل طاعة أكثرهم لله ذكرا فيها. أعظم الناس أجرا في كل طاعة أكثرهم لله ذكرا فيها. ولهذا احرص في نهار رمضان على كثرة الذكر، قراءة للقرآن، تسبيحا وتهليلا وحمدا وتكبيرا، قراءة لكتب العلم وحضورا لمجالس العلم وجلوسا فيها واستماعا لما يقال فيها من خير. فإن مجالس العلم مجالس ذكر لله. وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر، أي مجالس العلم التي يبين فيها الحلال والأحكام، الحلال والحرام، وتبين الأحكام ويعرف الناس فيها بالله وأسمائه وعظمته وصفاته، وتتلى فيها آيات الله وتبين معانيها وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وتبين معانيها، ويتفقه الناس ويتعلمون الخير. هذا كله من إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى، من إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى.